طيب، دور منظمة الأمم المتحدة، ونحن نعلم أنها منظمة سياسية بالأساس ولها طبعا يعني توجهات أخرى واختصاصات أخرى، ماذا تقدم في هذا المجال؟ يعني الأمم المتحدة منظمة سياسية ولكنها أيضا منظمة تنموية. صحيح. فإحنا بنعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفي كثير من الأهداف اللي إحنا مسؤولين عنها: الصحة، الحد من الفقر، الحد من البطالة، الشراكات الدولية، التعليم. هناك الكثير من الأهداف التنموية اللي بتعمل عليها المنظمات المختلفة. إحنا الحقيقة بنتعاون مع المنظمات المختلفة وبنشتغل على برامج محددة. مثلا في مجال الإتجار في المخدرات أو محاربة المخدرات، إحنا مسؤولين عن الاتفاقية الدولية. الاتفاقية الدولية بتتكلم عن تسجيل أنواع المخدرات المختلفة، رفع الوعي العام بيها، مساعدة الدول على صياغة التشريعات عشان تتوافق مع الاتفاقيات الدولية الملزمة اللي الدول موقعة عليها. فبنشتغل على صياغة التشريعات، على التعريف بأدوات التشريع المختلفة، وضع تشريعات نموذجية علشان الدول تستعين بيها. وبعدين بنشتغل على التدريب، بنشتغل على التدريب على مستوى كل أجهزة العدالة الجنائية وأجهزة مكافحة الفساد وأجهزة رفع الوعي. بنشتغل كمان مع الشباب، بنشتغل مع المرأة لأن لهم دور مهم جدا في مواجهة كل هذه الجرائم.